بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء نحب نقدم التعازي لأسرة الفقيد، إن شاء الله ربي يرحمه، إن شاء الله ربي يرزقهم الصبر والسلوان. أنا يهمني ياسر أني نوضح بعض التفاصيل على الأقل اللي جتني من شهود عيان من اللي رافقوا المسيرة من بدايتها إلى نهايتها. المسيرة هذه كان دعيت لها الرابطة الشعبية لحماية الثورة منذ ما يزيد عن أسبوع، شاركت فيها العديد من الأحزاب من بينها حزب النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل وحزب حركة الشعب، وشاركت فيها العديد من منظمات المجتمع المدني من بينهم جمعية أصحاب الشهادة العليا المعطلين عن العمل ورابطة المواطنة والحريات. الكلهم كانت العنوان بتاع المسيرة هو مسيرة تطهير الإدارات من رموز الفساد، ودارت المسيرة طلقت من أمام دار الشعب ودارت على عديد الإدارات في تطاوين، يعني وكلهم لاحظوا سلميتها ودون حصول اي نوع حتى من المناوشات ومن الاحتقان، حتى لين وصلوا امام الاتحاد الفلاحي. يعني كانت مجموعه من الاشخاص يعني واقفين في شرفه الاتحاد، منهم واحد شاد يعني منهم ثلاثه شادين سيوفه وقالوا بالحرف الواحد اليوم باش نذبحوكم، يعني توجهوا للمتظاهرين وقال واحد منهم حرفيا اليوم باش نذبحوكم، وبدوا اول ما عملوا يعني صبوا المسخون على الـ على الـ على المتظاهرين اللي يعني المسيره كانت نساء ورجال، خاطر خرجت فيها برشا بما ان مشاركه فيها برشا حساسيات كانت ضامه لعدد كبير من الناس بمختلف فئاتهم. وتحدثت زادة اخرى حجره كبيره نقولوا رشاد، احنا في تطاوين رشاد كبيره زادة تحدثت عن المواطنين، وبعد تالي بدت زوز عبوات مولوتوف. الناس تفرقت منين شافت المولوتوف، تفرقوا جماعه اليمين جماعه اليسار، زادوا جماعه اللي في البلكون زادوا يحدفوا زجاجات اخرين من مولوتوف، ادى الى حرق يعني ثلاثه اشخاص اصيبوا بالزجاجه هذه، واحد منهم على جنبه تحرق جنبه كامل، واحد في ساقه وتحرقت ساقه، والاخر ساقيه زوز محروقين. من بعد بدت يعني ثم نصب نتاع الخضار الموجودين في الشارع هذاك زادت انحرقت، بدت موجه من الاحتقان تكثر والناس غاضبه يعني على كيفاش عملت بالطريقه هذه، بدو يقولوا ديغاش، كي بدو يقولوا ديغاش زاد المولوتوف مره اخرى، وكي زاد المولوتوف مره اخرى ردوا المتظاهرين بالحجر. تم مجموعه من المتظاهرين حاولوا يقتحموا الاتحاد، كي اقتحموا الاتحاد عرضوهم مجموعه الاخرين بالسيوف، وهم كانوا حاطين يعني كما يعني صفائح من الحديد حاطينهم، يعني الناس المقتحمه صفائح من الحديد حاطين على روسها خايفين من السيوف ان ينضربوا في روسها، منهم واحد انضرب بالسيف على بالسيف يعني على ظهره، وما نجموش يطلعوا للاتحاد، ما نجموش يطلعوا للمقر الفوق على خاطر الاخرين كانوا بالسيوف وهدين عليهم، قعدت صارت مناوشات صغيره ما بيناتهم في الدروج. وفي الاثناء كانت الناس كي تسمع يعني الناس في تطاوين كي يسمع ثم مولوتوف وحجر وسيوف وكل شيء، الناس كل جت يعني جت البلاصه هيك وتعبى الشارع قد بالمواطنين. من بعد حست ان الاخرين اننا رون ناس برشا بدات تتكاثر عليهم قدام الاتحاد، حس رواحهم محاصرين، فاللي طلبوا انهم يحكوا مع رئيس الرابطه الشعبيه، وافق رئيس الرابطه الشعبيه طلع صحبه عدد من الشباب للحوار معاهم، حوار مع جماعه اللي فوق. وفي الأزادة يا اخي الناس الوقت اللي جاي الناس تما ناس كلها حبت تشوف يعني اش موجود في المقر، وطلعوا طلعت برشا ناس. وقت الدخل الأمن خاطر خاف على الناس الموجودين غادي، هبط الناس منين هو يهبط الناس منين هبط الناس، ثم زوز من الميليشيات تسرسبوا مع الناس حاولوا الهروب، فاقوا بهم المتظاهرين شدوهم وبدوا يضربوا فيهم، جوج مع اخرين زادوا من المتظاهرين حزوا عليهم وصلوهم الكراب الشرطه. وفي الاثناء من صار هرج ومرج هوك البقيه اللي قعدوا فوق في الاتحاد في المقر الفوق زاد حتى هم حاولوا الهرب، الاربعه اللي هم عناصر الميليشيا كيف شدوهم المتظاهرين وضربوهم وفكهم البوليسيه يعني فكوهم منهم حطوهم يعني احتجزوهم. وقعد لطفي نقد من اللي يعني الله يرحمه من اللي هبط، يعني جوج جماعه يعني منهم زوجي عملوا حمايه حوله باش ما يوصله حتى حد، لكن الراجل يعني بحكم انه هو مريض بالقلب وعنده جلطه سابقا يعني دايخ كان دايخ يعني قالوا من الهبط كان دايخ، وزاد وصار التدافع الشديد ما بين الناس اللي تحمي فيه وما بين المتظاهرين اللي ضربوا بالمولوتوف واللي نصبهم محروق وكل شيء اللي حبوا يردوا الفعل.
يعني صار تدفق شديد، طاح هو على اثره وهزوه المتظاهرين. المتظاهرين هم اللي هزوه في كهرباء، يعني في كهرباء يعني خاصه، مش الامن يعني في كهرباء خاصه بارتنر جري، هزوه للسبيطار اين وفاه الاجل بنوبه قلبيه. ومن بعد يعني احنا نترحموا عليه ان شاء الله الله يرحمه، وربي يرزق اهل الصبر والسلوان.